تبع انه بالله انه هلا هيك يعني انا كثير بحكي هدول الشغلات. هلو واضح، انا نانسي زعبلاوي، انا مطربه سوريه، بحب غني كثير وما بعرف اعمل شيء غير اني غني. يا مرحنا ومشينا وفرحنا وبكينا. انا بغني من يمكن عمري 3 سنين بلشت القصه. اول حفله وقفت فيها على ستيج وغنيت لمده شي ساعه من الوقت، كان بعمر 7 سنين. اني قصيت شعري بتذكر نصه مثل الصبيان ونصه كري اكثر شيء يعني. موت الاشخاص القراب مني، لما جبت ابني زين، لما اجى على الحياة كان اسعد يوم بالحياة، اسعد لحظات ممكن للام تعيشها لاني صرت ماما. انا اوقات او كثير من الاوقات بنسى كلمات اغاني، مو بس لإلي، حتى لما بكون عم اغني شيء لحدا ثاني وبستبدلهم بكلمات يعني تناسب الضرورة الشعرية. او اوقات بكون مالي منتبه، بيجي حدا بيقول لي نانسي كيف حطيتي دافي بدال صافي؟ انه هي غير كلمة. اغرب القابي نوانس. اكثر شيء بيحسن لي مزاجي بعد الموسيقى طبعا هو الاكل. انه دائما دائما نفس الاكله. شو قلت؟ او معكرونه، يعني هن شغلتين ممكن امتى ما طعمت اياهم انبسطت. الشخصيه اللي كثير بحب التقي فيها وان شاء الله قريبا يعني اوبرا وينفري. يا لطيف شو بحب هالحالة. يمكن بجرب اسمع الاشياء اللي انا ما بتنحكى قدامي، وابدا مو اشياء بتخص الناس، ابدا ما بيعني لي ابدا. حكمتي المفضلة: ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. باي باي واضح.